الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله الله يا الله والله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد محمد وصلنا إلى هذه الفقرة وثانيا أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية كالكلية والجزئية وكالجنسية والنوعية والفصلية وال العرضية الخاصة والعامة والجوهرية والكلية والكيفية وسائر المقولات العراضية فإن هذه جميعا أحكام أحكام طارئة على المهية من جهة صدقها وارتباطها على صدقها وانطباقها على شيء نعم إذن الماهية لها مجموعة من المواصفات باعتبارها متنا بالعرض لا تمت إلى صلة للأصالة فأحكامها لا تجري إلى الأصيل أو لا تنطبق على الأصيل الذي هو الوجود ذكر مجموعة من الأحكام تعرضها في الدين وبعض الأحكام تعرضها في الخارج يقول كالكلية والجزئية والجنسية والنوعية والفصلية والعرضية العامة والخاصة هذه أحكام تعرضها في أفق الذهن ما تسمى بالمفاهيم الثانية المنطقية نعم كيف وصل إليها الذهن البشري بمنهجية التحليل نقول إذا حلت الماهية في أفق الذهن في المرتبة العقلية طبعا تعرضها مجموعة من الأحكام يعني الذهن يتعامل مع المحسوسات فيه تأثير وتأثر أضع يدي على الثلج في تأثير وتأثر في هناك إضاءة هذه الإضاءة الإضاءة إدراك أدرك من خلالها برودة الثلج هذا هو الإدراك الحسي إذا غاب الثلج أمامي وانتفى هذا التأثير والتأثر هذه الإضاءة تبقى على مستوى الخيال إلا أنها جزئية العقل يعني الذين في دائرة العقل من خلال هذه هذه الاضاءه الخياليه يتلقى الى اضاءه عقليه لا تنتمي الى عمل علم الحس وين في متن المحسوس الى انها ليست حسيه عقليه وهي حقيقه الثلج هويه الثلج على مبنى اصاله المهية هو ماهيه الثلج على مبنى اصاله الوجود هو وجود الثلج لا يهم هنا نتعامل فقط مع البعد المهوي للوجود الثلجي فأدرك هذه الطبيعة في متن الثلج الحسي إلى إن, أن هذا الإدراك إدراك عقلي يعني في دائرة الثلج فيه ملاك عقلي في حقيقة عقلية هذه الحقيقة العقلية أكتشف فيها مجموعة من الحيثيات مجموعة من الحيثيات يعني هذه الحقيقة العقلية لا تصير مختصه بهذا الثلج الجزئي الذي اثر فيه تطال جميع مصادق الثلج فتكتسب هذه الماهيه الثلجيه حيثيه الكليه اذا راينا فقط هذه الماهيه في خصوص هذا الثلج جزئيه وصلنا الى مفهومين مفهوم الكليه يعني الصدق على كثيرين مفهوم الجزئيه يعني عدم الصدق على كثيرين ثم هذا الثلج طبيعه واحده ساريه في مصادق متعدده بالمعنى نفسي النوعيه مفهوم النوع نقول الثلج نوع ثم نترقى الى مفهوم الجنس ثم مفهوم الفاصل ثم مفهوم العرضي الخاص كالتعجب للإنسان العرض العام كالمشي للإنسان ننسى المشي والثلج وهذه الواقعيات الخلقية نركز فقط على هذه المعروضات ما هو مفهوم آه النوع قبل النوع مفهوم الكلي مفهوم الكلي مفهوم الجزئي مفهوم النوع مفهوم الجنس مفهوم الفصل مفهوم العرضي العام، مفهوم العرضي الخمس الخاص وثم اكتشف ان في دائرة الطبيعة النوعية في ذاتي وعرضي، الذاتي هو الجنس والفصل، العرضي هو الخاصة والعرضي العام نكتشف الذاتي والعرضي محمولات متعددة مفهوم الذاتي، مفهوم العرضي، مفهوم النوع، مفهوم الجنس، مفهوم ال... الفاصل مفهوم العرض الخاصة يعني العرض الخاص مفهوم العرض العام هذه المفاهيم كلها أدرجوها تحت المفاهيم الثانية المنطقية هذه لا يمكن أن تعرض الوجود الوجود حقيقته التشخص يصدق على كثير لا حقيقة نوعية لا حقيقة جنسية لا حقيقة فصلية لا حقيقة عرض خاص لا عرض عرضي عام لا هذه المواصفات لا تمس الوجود مطلقا ومنها من هنا نصل إلى نتيجة خطيرة جدا خطيرة في غاية الخطورة إذا كان الوجود هكذا لا تعرضه الكلية ولا 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 إذا لا يمكن أن يحل الدين أبدا حقيقة لا تحل الدين لا يمكن أن يأتي إلى الدين نعم فالذي يأتي إلى الدين لما هي فقط نعم إذا كان الوجود كحقيقة متنية حقيقة أن يكون في متن الواقع ولا يكون في غير ذلك المتن فلا يكون في الذهن إذا من يحكي تحكي عناوين هذه العناوين لا تصدق عليه صدق الكل على فردي أبدا صدق النوع الإنساني على زيد أبداً نعم تأتي هنا نوعية صدق جديدة تدرس في القضية اللبتية يأتي إن شاء الله محلها هناك نفصل فيها بمقدار ما يخدم المثل خارج المثل لا نعم ثانياً أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية كالكلية تقول إنسان كلي والجزئية زيد جزئي والجنسية حيوان جنس والنوعية الإنسان نوع والفصلية الناطق فصل والعرضية الخاصة التعجب عرضي خاص والماشي عرضي عام وكالجوهرية والكيفية والكمية هذه كلها تعرض الماهية لأن يعني عند المشائي الموجود المطلق ينقسم إلى قسمين موجود واجبي موجود امكاني موجود الامكاني ينقسم الى جوهر وعرض اذا الجوهريه والعرضيه من اقسام الماهيه ما هو الجوهر ماهيه في دائره الوجود تكون قائما بنفسها العرض ما ماهيه اذا كان في دائره الوجود يقوم بغيره يتكئ على غيره والكيفيه ما هي عرضيه والكيفيه ما هي عرضيه وسائر المقولات العرضيه من جدى واضافه ووضع واين ومتى وان يفعل وان يفعل ان يفعل وان ينفعل هذه كلها شؤونات الماهيه وليست شؤونات الوجود نعم فان هذه جميعا احكام طارقه طارئه على الماهيه يعني الماهيه الخلقيه انسان وذهب وشمس من جهة من أي جهة؟ من جهة صدقها وانطباقها على شيء كصدق الإنسان وانطباقه على زيد تقول زيد إنسان وعمر إنسان ليلى إنسان طه إنسان وسائر الأفراد أو من جهة اندلاجها تحت شيء كان اندلاج الأفراد تحت الأنواع يعني إما من الـ من الـ من الكل إلى الجزء أو من الجزء إلى الكل نعم كاندلاج الافراد تحت الانواع زيت تقول زيد انسان مندرج تحت النوع الانسان والانواع تحت الاجناس الانسان مندرج تحت الحيوان والوجود الذي هو بذاته الحقيقه العينيه يعني المتن والذات الاصيل يعني المتن بالذات لا يقبل انطباقا على شيء ولا اندراجا تحت شيء لا الانطباق ولا الاندراج ومن من هنا قلت لكم الوجود ليس من صنخ الماهية حتى نقول له مصداق له مصداق لا لا ليس له مصداق ولا هو مصداق لشيء أنظر هذه العبارة لا يقبل انطباقا على شيء فهو ليس عنوان ذهني ينطبق على شيء ولا اندراج تحت شيء فهو ليس من صنخ الأفراد المهوية آه التي تندرج تحت الأنواع مثل زيد وعلي وطه وليلى وزينب. ولا صدقا ولا حملا. ولا صدقا ولا حملا، ولا صدقا يعني لا يكون في قضايا هذه القضايا تحتمل الصدق والكذب، ولا حملا ولا ما يشابه هذه المعاني. نعم، مفهوم الوجود يقبل الصدق والاشتراك كسائر المفاهيم. مفهوم الوجود يقبل الصدق والاشتراك كسائر المفاهيم فيها بحث عميق جدا لماذا مفهوم الوجود يقبل يقبل الصدق والاشتراك كسائر المفاهيم؟ ماذا إذا كان الوجود حيثي المتن وهو لا هوية له فكيف يكتسب هذه المواصفات؟ هذا بحث مهم جدا لا نعرضه في هذه الدورة. ومن هنا يظهر أن الوجود يساوق الشخصية إذا الوجود باعتباره ليس من سنخ العناوين الكلية التي تحل الدين وتصدق ويندرج تحتها فهو عين التشخص صدق على كثيرين وكذا لا معنى لها ومن هنا يظهر أن الوجود يساوق الشخصية إذا لا يأتي إلى الدين حتى يكون محمولا أو يكون موضوعا ثم يصدق ويندرج تحته شيء. نعم يساوق الشخصيه، فقط كلمه يساوق اضيئها لانها مهمه. يجب ان تضاء. المفاهيم قلت لكم متباينه بتمام الذات. المفاهيم كلها متباينه بتمام الذات. كل مفهوم يحكي محتوى شئه عندنا وجود وردة مثلا وردة جميلة لها شكل لها لطافة لها رائحة هذه الرائحة عاطرة فاستخرج منها مفاهيم متعددة كل مفهوم يحكي حيثية في, في الوردة مفهوم الجمال لا علاقة له بحيثية اللطافة مفهوم اللطافه لا علاقه له بحيثيه الجمل كل المفاهيم متباينه بتمام وهذا لا يمنع ان تكون متواجده في مصداق واحد. وهي الورده. جيد الان ناتي الى الوجود المتني طبعا متشخص يعني ليست حقيقه عنوانية كلية تصدق على مصادق أو تندرج تحتها مصادق كالإنسان مثلا الإنسان حقيقة نوعية يصدق على زيد على طه ليلى زينب و و و وتقول وتندرج تحتها تندرج تحت النوع الإنساني أفراد متعددة تقول صدق الإنسان على زيد أو زيد مندرج تحت النوع الإنساني الوجود ليس هكذا هذه الحيثيات كلها منتفعة فمتشخص يعني لا يصدق على كثيرين ولا يندرج تحته شيء لماذا؟ بمجرد تقول يندرج تحته شيء هذا الشيء وين؟ في العدم فالعدم لا, لا شيء وجود هو الوجود تراجعت إلى الوجود هكذا التحليل إذا عندنا مفهوم الوجود ومفهوم التشخص نأتي الآن إلى الواقع الخارجي لا نقول المصداق الان ثقافه المصداق ثقافه مهويه نودعها الان نتكلم عن الوجود المتني ما عندنا مصداق عندنا متن وجود حقيقه الوجود اين يتعين التساوق يعني عندي مفهوم التساوق مفهوم الوحده مفهوم الاصاله لا فرق بين التشخص والاصاله والوحده والعليه والمعلوليه فقط يريد هنا يبينها في دار التساوق إذا مفهوم الوجود يشير إلى ذلك المتن الحقيقي الأصيل مفهوم التشخص كذلك يشير إلى ذلك المتن لكن من حيث التشخص ليس من حيث طريدية العدم وبعبارة أخرى إذا جاء مفهوم الوجود يلف المتن الأصيل من جميع الجهات ويأتي التشخص يلف المتن الاصيل من جميع الجهات. هذا هو التساوق. يعني وحدة المصداق تسامحا اقول وحدة المصداق. الان أقول وحدة المتن الاصيل ووحدة الحيثية. وحدة حيثية الصدق. وحدة حيثية الصدق. يعني من حيث يصدق الوجود على المتن الاصيل يصدق التشخص والوحدة كذلك والاصالة والتشكيك كما سياتي. هذا هو التسوق وحدة المتن والجميع يلف المتن من جميع الجهات فلا تجد في الوجود المتن بعدا ليس مشخصا يكون كليا يكون نوعيا يكون جنسيا أبدا أبدا يأتي إلى الذهن أبدا فمن جميع الجهات متشخص كما أنه من جميع الجهات وجوده يعبر عنها بهذه التعبيرة وحدة المتن وحدة حيثية الصدق تسامح يقولون وحدة المصداق ووحدة حيثية الصدق وحدة المصداق تسامح ما عندنا مصداق في فلسفة الوجود مرة عندنا التساوي هذا دائما تصور في المهيات مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان في زيد زيد إنسان نعم زيد الإنسان زيد الحيوان نعم لأنه إنسان ومن مكونات من مكونات الإنسان حيوان فزيد حيوان في حقيقته مع الناطقية طبعا فتقول زيد الإنسان صحيح زيد الحيوان صحيح المصداق ما هو زيد نأتي إلى الإنسان هل يلف كل المصداق نعم تقول يلف كل المصداق في ماهيته ما هي ماهية زيد الإنسان فالإنسان يلف جميع الزيت في هويته الإنسانية لا يلفه في خصوصيته كونه أبيض كونه عالما كونه كذا كذا لا هذه لا يطالها لأن يعني الإنسان ما عنده علاقة بالبياض والعلم وهو. الإنسان فقط يلف زيت في هويته الإنسانية والحيوان هل يلف زيد زيدا في جميع هوية الإنسانية؟ لا يلفه فقط في بعده الحيواني جسم ناب حساس متحرك بالإرادة البعد الناطقي الحيوانية لا تمسه هنا يقول التساوي مفهومان لهما مصداق واحد يعني نتكلم عن الماهية هنا يصح كلمة مصداق إنسان وحيوان مهيات إذا جئنا إلى لف المصداق الانسان يلف زيد في جميع هويته الانسانيه الحيوانيه لا تلفه في جميع انسانيته تلفه في بعد وهو جسم لام حساس متحرك بالاراده هل تطال الناطقيه في زيد؟ لا ابدا هذا يسمى التساوي مفهومان يعرضان مصداق واحد لكن حيثيه الصدق تختلف هذا التساوي المفهومي باعتبار الصدق. اما التساوق لا، التساوق المفهوم الاول يلف جميع المتن والمفهوم الثاني يلف جميع المتن، هذا التساوق. هذا التساوق ولهذا يقول: ومن هنا يظهر ان الوجود يساوق الشخصيه. اذا تكلمنا بالبعد الخارجي، يعني المتن من حيث هو وجود هو متشخص، ومن حيث هو متشخص هو وجود. ومن هنا يظهر ايضا ان الوجود لا مثل له لان المثل بعد نهوي افراد تتساوى في بعد نوعي في طبيعه نوعيه وهو الانسان اذا انتفت هذه المواصفات عن المتن الوجودي الاصيل وليس له عنوان ذهني لا نوعي ولا جنسي ولا فصلي ولا ولا فلا مثل له نعم لأن مثل الشيء تعليل للنفي، لأن مثل الشيء ما يشاركه في الماهية النوعية، والوجود لا علاقة له بالماهية النوعية، ولا ماهية نوعية للوجود. نعم. هنا أثير هذا السؤال الخطير، هل السيد العلامة في المباني وفي البناء وفي البنية والبناء راعى هذه النقطة المهمة؟ لا. سترون إن شاء الله أنه لم يراعي هذه النقطة مرة يتكلم في البعد المهوي وهو يريد الوجود وهذه خطيرة جدا خطيرة جدا نعم ويظهر أيضا أن الوجود لا ضد له الضد المقولي اكتب الضد المقولي ضد المهوي الضد المقولي والمهوي المقولي يعني من سلخ المقولة العرضية الضدان عرضان يعرضان موضوع واحد يندرجان تحت جنس قريب بينهما غايه الخلاف عرضان عرضان يعرضان يعرضان إيه شيئا واحدا بينهما غايه الخلاف لا يجتمعان اذا الضد من مقوله العرض والوجود لا علاقه له بالعرض لان العرض ما هي نعم لان تعليل لان الضد كما سيأتي أمران وجوديان متعاقبان على موضوع واحد يدخلان تحت جنس قريب يعني يندرجان والوجود لا يندرج إنما هي عرضية تندرج تحت جنس قريب هنا جنس طبعاً جنس عرضي بينهما غاية الخلاف والوجود لا موضوع له ولا جنس له ولا له خلاف مع شيء بمجرد تقول الوجود له خلاف مع شيء هذا شيء عدم بمجرد ان تخرج عن الاصاله المتن بالذات دخلت في افق اللاشيئية والخراب نعم اذا انتفت الضديه المقوليه وثالثا ان الوجود لا يكون جزءا لشيء الوجود يكون جزءا لشيء ما هذا الشيء الذي يكون الوجود جزء له ما هو اخرج من جلد الوجود الى الخارج ما هو هذا الشيء عدم عدم نعم ان الوجود لا يكون جزء لشيء لان الجزء الاخر والكل المركب منهما ان كان هو الوجود بعينه فما فلا معنى لكون الشيء جزء لنفسه وان كان احدهما او كلاهما غير الوجود يعني العدم كان باطل الذات اذ لا اصل غير الوجود فلا تركيب إذن هذا التركيب من اي نوع كان تركيب من أجزاء القوة من جنس وفصل ومن تركيب هذا الإمتدادي أبداً 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 الوجود ما عنده هذا التركيب تركيب من صورة وما هي لا وبهذا البيان يثبت أن الوجود لا جزء له بسيط ويتبين أيضا أن الوجود بسيط في ذاته طبيعة الوجود بسيط إذا التركب من سنخ الماهيات وليس من سلخ الوجود الوجود المتني الذي أثبتناه أنه هو الأصيل ورابعا أن ما يلحق الوجود حقيقة من الصفات والمحمولات هنا كلمة يلحق الوجود هذا يلحق الوجود في البنية الذهنية وليس في البنيه الخارجيه يلحق يعني لم يكن ثم لاحقه ادرك الوجود والتصق به هذا اللحوق ببركه مبدا الانفصال يعني انا اتي الى وجود الورده لان اتكلم بوجود الورده ليس بماهيه الورده الان فلسفه تغيرت وجود الورده ليس الورده الورده ما هي وجود الورده الوجود هو المد يعني هذه الورده الخارجيه وجود فالجمال يكون لمن للوجود نقول الوجود الوردوي جميل فناتي انا افصل الوجود الوردوي عن الجمل بمعيار الانفصال ثم اجمع بينهما اربط يعني الجمل يلحق الوجود فتتشكل هذه القضية الوجود جميل ومن حقك أن تفتح قوسين وتقول شيخنا الوجود لا يأتي إلى الذين كيف تعين موضوعا هذا سؤال مهم سجله ثم يأتي التحقيق في دراسات عليا إن شاء الله نعم ورابعا أن ما يلحق الوجود واضح اللحوق إذا اللحوق هذا كله إدعائي ما يلحق الوجود حقيقة يعني الوجود اللي هو المتن وليس يلحقه بأعراض المهية من الصفات من بيانية والمحمولات صفات إذا كنت في البنية الخارجية والمحمولات إذا كنت في البنية الذهنية الإدراكية أمور أن ما يلحق أمور خبر أن غير خارج عن ذاته إذ لو كانت خارجة كانت باطلة. هنا نؤسس لقاعدة مهمة جدا. إذا هذه الحيثيات التي تعرض الوجود طبعا إذا قلت تعرض يعني في باب البنية الذهنية بعد الفصل والوصل. أما في الخارج لا 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 عروض ولا يحزنون. حقيقة واحدة. فتقول الوجود أصيل عرضته الأصالة. الوجود واحد، الوجود مشخص. الوجود جميل مواصفات كثيرة جدا ماذا تمثل بالنسبة للوجود؟ ها الماهية قلنا حيثية تقييدية نفاذية يعني إذا تقيد الوجود من حيث النفاذ تتجلى الماهية كمتن بالعرض الأصالة والتشخص والجمال وصفات صفات في عمق الوجود ماذا تمثل؟ حيثيات تقييديه اندماجيه فتقول وجود اصيل، الوجود واحد، الوجود متشخص، حيثيات الاصاله التشخص الوحده العليه و من المو 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 الاوصاف المحمولات يعني انت قارنت المساله في البنيه الذهنيه عندك موضوع محمود قاربت المسألة في الخارج عندك متن واحد أصيل إذا ماذا تمثل هذه الحيثيات؟ حيثيات تقليدية إندماجية يعني إذا قلنا الوجود أصيل تحيث بماذا؟ بالأصالة فحتما في البنية الذهنية ما يعنيه الوجود غير ما يعنيه تعنيه الأصالة لأن يعني كل مفهوم يحكي دائرته دعنا الآن من البعد المعرفي والحكاوي حكايتي ركّز على الأصالة في متن الوجود تقول شيخنا لماذا في متن الوجود في قعر الوجود إذا خرجت عن الوجود ماذا تكون؟ تكون عدماً إذا هي في متن الوجود يعني هو تحيّث بها تقيد بها جيد هذا التقيد يخرجها من المتن يخرجها عدم تبقى في مندمجة في عقره مندمجة في داخله حيثية تقييدية اندماجية هذه المصطلحات أسسها أستاذنا السيد يد الله يزدان فينا الله يحفظه من كبار مدرسي الفلسفة والعرفان وهو في الحوزة العلمية في قم المقدسة هو ابتكرها من كتب العلماء استخرجها من كتب العلماء هي حيثية تقيدية نفذية يعني هذا الوجود المتني تعين بما هي إنسانية وجود إنساني له ما هي إنسانية ماذا تمثل حيثية تقييدية نفذية لا عندها علاقة بالنفاذ يعني إذا لم يكن هناك نفاذ نهاية لا معنى للمهي المواصفات التي هي الوجود لأن غير الوجود عدم تقول حيثيات تقييديه اندماجيه، كلمه اندماجيه استعاره. يعني شيء يندمج يدخل ويذوب في الشيء، استعاره فقط للتفهيم. يعني انت أخذ الاصاله لوحدها، ادخل الى متى الوجود، اذا دخلتها في الوجود تذوب تذوب، ما معنى تذوب؟ يعني تصير هي الوجود. هذه حيثيه تقييديه اندماجيه، يعني الوجود تحيث من حيث الاصاله تقيد. بدات هذه الحيثيه بدت هذه الحيثيه ظهرت هذه الحيثيه حيثيه الاصاله حيثيه التشخص حيثيه الوحده حيثيه العليه اذا اذا بدت خرجت عن المات لا هي مندمجه حيثيه تقييديه اندماجيه حيثيه تقييديه اندماجيه نعم هذه المصطلحات افهموها جيدا نعم يقول أن ما يلحق الوجود حقيقة من الصفات والمحمولات أمور غير خارجة عن ذاته هذه الاندماجية إذ لو كانت خارجة كانت باطلة إذا حيثية التقييدية اندماجية اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد